هما حنا كنبقاو كنا عائلة واحدة، عائلة ديال الكرة في المغرب. و سي نورمال ملي كيتمشي واحد من العائلة راه كنحسو براسنا كنا مقيوسين، لا سيما انه نادي القنيطرة راه نادي كبير ونادي اللي بحالنا حنا في محمدية عشنا واحد الأزمة اللي كنتمناو يخرج منها بكري، وكيف ما كنتمناو ليهم وقلنا مع رئيس العصبة الاحترافية انه كنتمناو باش يرجعوا تجربة المكانة ديالهم اللي هي كنعتبروها هي لا بريمير ديفيزيون. الحمد لله بعد على الله اللي ما تقاش حتى واحد في الحياة ديالو، واخا كاين جرح بزاف وكاين مالوغوزمون بيرسون اللي تقاس في سون انتيغريتي فيزيك، ولكن هذا قدر الله ما عملنا ندعو الحمد لله سلامتهم وكنتمناو ليهم ان شاء الله. كتشوف الجمهور ديالهم اللي مساندهم وتبعهم وجا حتى لهنا، هذا هو الحب ديال الفريق. نتمنوا غدا ان شاء الله المغاربه كلهم يفرحوا معاهم وان شاء الله الفرقه حتى هي ترجع فرحانه ان شاء الله. يعني كما شفتي البارح في لحظه الحديث، يعني الكل تاثر، جميع اللاعبين يعني حدا الفرق الوطنيه كل شيء تضامن مع اللاعبين. سي نورمال قلت لك راه حنا كنحسوا، شوف حنا كنحسوا قلت لك راه عائله ديال الكره، عائله وحده. وقلت لك راه ملي كتقاس نادي القنيطري راه قلت لك راه نادي كبير اللي زعما اللي كتعرفوا انه كتشوفوا دابا الفرق اللي كتلعب في الهوات راهم كيعانيو، ومالوروزمون راهم اللي كيلعبوا في المغرب العام الطرقان ماشي ديما ساهلين، اللي كيضربوا الطرقان بزاف وداكشي كله مالوروزمون صافي بارتي ديال لو ريسك ديال لو ميتي. طاحت في كاكو كنتمنى عمرها ما طيح في شي فرقه اخرى. هادشي اللي الرساله ديال المكونات ولا اللاعبين المصابين والاسر ديالهم. شوف الرساله للمدينه ديال القنيطره انهم خصهم يساندوا هذا الفريق اللي فريق كبير اللي محتاج مسانده ماديه معنويه، خص واحد لونغومون اوتور دو سيت ايكيب. اللي هاد ليكيب حنا كنتاسفوا فرق بحال كاك ولا الكودين كيفاش كنشوفوهم اليوم، كيفاش عشنا حنا نيت شباب محمديه واحد المده ديال 8 سنين ولا 9 سنين في هذاك الاقسام ما كنتمناو حتى فريق ولا سيما هذه الفرق تكبر كيف ما قلنا. دونك الواجب ديال القنيطريين والواجب ديال الكره انه الكاك ترجع ان شاء الله، وكنتمناو لهم الرجوع لو بلو فيت بوسيبل. شكرا. اولا هذا واجب اللي خصنا نقوموا به ماشي كمسؤولين، وانما اولا قبل كل شيء كإنسان، ومعاد بالإضافة لحبنا للرياضة والشغف ديالنا بها. ومكانة الكاك هي مكانة استثنائية، دائما كل شيء المغاربة اللي تيبغيو الكرة تيبغيو الكاك وتيبغيو النادي القنيطري بالمكونات ديالو كاملين، وكنتسناو دائما يرجع الساحة. هو دائما كان فخر للمغاربة كاملين بالنجوم ديالو على الصعيد الوطني واللي تعطاو للمنتخب عبر سنوات. للاسف حادثة سير قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله احنا في جنبهم منذ يوم الامس، لا في سيدي بن نور ولا اليوم في الدار البيضاء. انا تنقلت معهم للدار البيضاء، انا معهم دابا في لاكلينيك، باستثناء الحالتين ديال السي العروي وعزيم اللي هما حاله شويه. السي عزيم اللي عنده كان بطر ديال الاصابع ديال اليد ديالو، والسي العروي اللي باقي في لاغيانيماسيون وربما ربي يفرجها من هنا لساعات. انا متبعين مع النورولوج، راه غادي يجي دابا ان شاء الله. شوفوا لو باسان ديالو راه قادوه ليه، داروا ايلايتي اوبيري البارح. بقيه اللاعبين راه كلهم داروا الفحوصات ديالهم، عندهم جروح كاين تفكك في بعض المفاصل، لكن الحمد لله الامور سليمه بالنسبه للاغلبيه ديالهم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافيهم يشوف من الحاله ديالهم النفسيه، لان نفسيتهم انا كنت معاهم لا في وجبه الغداء ولا هنا في لاكلينيك، الحاله ديالهم مهزوزه بشكل كبير. تنتمنى من الله ان هذا الحديث ولو على الوقع ديالو، نتمنى في نفس نتمنى انه يجعل الاهل ديال القنيطره انهم يلتفتوا لهذا الفريق وينتبهوا ليه، راه يستاهل كل الخير. الفريق اللي عشنا معاه الطفوله ديالنا وعشنا معاه الشباب ديالنا ومتعنا في كره القدم، تنتمناو انه يرجع للاضواء ديالو وتعاود العائله القنيطريه كلها تلتف حوله وتكون في جنبه باش يرجع يستعبل بالاضواء ديالو اللي كان دائما، ويعطينا النجوم اللي كان كيعطينا دائما. وكنتمنى لهم في الاخ ختام الشفاء العاجل ان شاء الله لجميع المكونات ديال نادي القنيطره.